بعد تراجع منسوب الثقة بين حليفي الانقلاب ووصولها إلى درجة القطيعة والتهديد بفض الشراكة المبنية على دوافع انتقامية. ها هي الضبابية مجددا تغلب على المشهد في صنعاء وتنذر بالمزيد من التصعيد بين الطرفين. العلاقة المتوترة بين الحليفين التي ظلت حبيسة التهدئة لفترة طويلة انكشف شكلها تدريجيا بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع صالح إحياء ذكرى تأسيسه، وهي الفعالية التي حملت رسائل عديدة اعتبرتها قيادات ميليشيا الحوثي بمثابة البداية الأولى للتخلص من التحالف وتهديد نفوذ الجماعة على مؤسسات صنعاء. الخلاف الذي وصل حد الاشتباكات المسلحة ونتج عنه مقتل مقربين للمخلوع وآخرين من جماعة الحوثي لم يحدد ملامح التوتر فحسب، بل كان بداية أيضاً لاكتمال حلقة الإقصاء التي قال أنصار المخلوع إنهم يتعرضون له في هيكل المؤسسات المختلفة منذ إعلان تحالف صنعاء. لم يتوقف التوتر عند الدوائر السياسية أعلى الهرم، بل انتقل تدريجياً إلى الواقع الاجتماعي في صنعاء بعد عمليات خطف متبادل بين أنصار الطرفين، وهو الأمر الذي جاء إثر سعي جماعة الحوثي بسط سيطرتها على مربعات أمنية تخضع لسيطرة قوات صالح. وفيما يتفاقم شكل الخلاف بين الطرفين، يستبعد محللون تطور أزمة الصراع إلى درجة القطيعة ما لم تنتج الأحداث متغيرات تتجاوز حدود التهدئة أو تظهر تحالفات جديدة، بينما يطرح آخرون أن فض الشراكة المتمثلة بالمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا واردة أيضا. تهديد صالح بالانسحاب من الشراكة لم يأتي بجديد بحسب مراقبين، بل كان بمثابة اعتراف ببداية النهاية لنفوذه بعد اختراق جزء من جهازه البوليسي تحت يافطة تطهيره من المؤتمرين الذين اتهموا بالعمل مع التحالف العربي. لا يظهر أن هناك توازن قوى عسكرية في صنعاء يرجح الكفة لصالح صالح، هذا ما يقوله الواقع اليوم، غير أن شكل الدعم الخليجي للرئيس المخلوع ومحاولة إنقاذه هي من ستحدد ملامح المشهد الجديد.